مشاركة فاعلة في مؤتمر التواصل الحضاري. بداية فضيلة الشيخ، حدثنا عن أهمية هذا المؤتمر. أنا أعتقد أن كل مؤتمرات الحوار هي ضرورة في هذا العصر وفي هذه المرحلة التاريخية الخطيرة، وكما قلت في خطابي قبل قليل في الافتتاح أن التواصل الحضاري هو السبيل الوحيد لحل إشكاليات الحضارة المريضة، وهي حضارة العالم الذي نعيشه في الوقت الحاضر. الشيخ، كيف ترى أهمية إقامتها في الولايات المتحدة وتحديدا في نيويورك؟ أعتقد أن هذه هي البلاد التي يجب أن نقيم فيها هذه المؤتمرات، وأن لا نتخاطب من بعيد، بل علينا أن نتخاطب من قريب، وأن نبين وجهة نظرنا في القضايا الأساسية، وأن نبحث عن القيم المشتركة، وهي قيم العدل وقيم الرحمة وقيم السلام وقيم الحكمة، وهذه قيم إسلامية حقيقية، وبالتالي علينا أن نقدم هذه القيم للناس حتى لا يظل الناس يتحدثون عن قيم الحرب وقيم الكراهية وقيم الجور والظلم. فنحن هنا حاولنا أن نقدم هذه القيم من خلال هذا المؤتمر الذي تعقده الرابطة، وهو مؤتمر مشكور وسيكون له أثر إن شاء الله سبحانه وتعالى، مع حضور نخبة أيضا من أهل الديانات الأخرى الذين استمعوا إلى ما قلناه وإلى ما شرحناه من موقف إسلامي أصيل تمثله المملكة، التي تمثل هذا البعد الإسلامي والقطب الجاذبة الإسلامي الذي يتوجه إليه أكثر مليار مسلم. وبالتالي المملكة مؤهلة لأن تقود حوارا عالميا حضاريا مع قوة كبيرة كقوة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ظهرت في القرن الخامس عشر عند في أحداث متزامنة في ذلك الوقت، وهي سقوط غرناطة وفتح القسطنطينية، وكانت أحداث أثرت في العالم. نرجو أيضا أن يكون الحوار مؤثرا في العالم. نعم. فضيلة الشيخ عبد الله، عذرنا سؤال أخير فقط، كيف ترى دور المملكة العربية السعودية في حوارها مع الديانات الأخرى؟ دور المملكة أساسي، أن المملكة تمثل البعد الإسلامي، تمثل الحضارة الإسلامية، تمثل هذه المنطقة التي تفصل بين الشرق والأوسط، الشرق والغرب، والتي تسمى بالعالم الإسلامي أو الشرق الأوسط. المملكة هي مهد الحضارة، هي مهد الديانة الإسلامية ومهد الديانة الإبراهيمية أيضا. فبكل هذه الأبعاد هي زيادة على أبعاد حاضرة من القوة الاقتصادية ومن الفعالية، فمن إمكان المملكة أن تقوم بعمل كبير ومهم جدا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. فضيلة الشيخ عبد الله بن الشيخ بن محفوظ بن بي، شكرا جزيلا لك. بارك الله. شكرا.